خد هنا رايح فين بالشنطه. هو ايه اللي رايح فيه؟ اخدها معايا زي كل مره. لا يا حسام مش هتاخدها زي كل مره، انا اللي هاخدها. تاخد ايه يا ابني انت عبيط؟ مش هتاخدها. خلاص خلاص يا جماعه، هنحطها عندنا في السكن اللي احنا بنجمع فيه. تمام، مش هتطلع عندك انت يعني، احنا كلنا معانا مفاتيح السكن ده. تمام، هات الشنطه. هتلاقيه اشرف عايز ايه ده دلوقتي؟ طب ما تقوم يا ابني تشوف عايز ايه. لا ده كان بيقول ان هو بس مسافر يومين وراجع كده. بص يا يوسف بصراحة كده اشرف مش هينفع يكمل معانا، الراجل ده خطر علينا. احنا اه بنسرق وبنهرب وكده بس مش قتالين قتلة يعني. مش عارف اقول لك ايه بصراحة، بس الشنطة اللي تحت السرير دي هنعمل فيها ايه؟ هي الشنطة تحت السرير؟ ايوه يا ابني تحت السرير. طب بص بقى ركز معايا، انا دلوقتي هاخد الشنطه وهنزل بيها وفي خلال اسبوع هسافر، هتيجي معايا؟ احنا رايحين فين دلوقتي؟ هنحط الشنطه عندك لحد ما اظبط انا حوار السفر ده، وما تقلقش كده كده اشرف مش هيشك فيك. ثانية واحدة بس كده، ثانية واحدة، دلوقتي تعالى ناخد الشنطة اللي معاك دي وحطها عندي من غير أي سبب كده؟ طب ليه يعني؟ ليه الشنطة فيها إيه عشان تعمل كده يعني؟ يا عم افهم افهم، انا هحطها عندك كامان، يومين ثلاثه الدنيا تهدى وهرجع اخدها منك، ايه المشكله في كده؟ ماشي مش فاهم حاجه بس ماشي. المهم بس دلوقتي تشرب حاجه؟ اه مليش شاي.
ايه يا ابني جايبني ليه وبتكلمني وانت قلقان ليه كده؟ اصلي امبارح اشرف كلمني. هو مش المفروض مسافر؟ طب مكلمك ايه؟ عايز ايه؟ لا فيش، كان بيسال على الشنطه بس. اه وانت قلت له ايه بقى؟ قلت له انها عندي واتفقنا على ميعاد عشان نحدده ويجي يشوف الموضوع. تعبيط يا ابني. عايز نعمل ايه يعني؟ الله، وبعدين انا كنت متوتر مش عارف اعمل ايه اساسا. طب بص ركز معايا، امسك كده ده اسود مسدس. ركز معايا، انت هتشيله عندك في الحمام، لما اشرف يجيلك انت هتقوم تسيبه وتخش الحمام تجيب المسدس، هدي من وراه من غير ما يشوفك وتخلص. هتعرف تعمل كده ولا ايه؟ هحاول. هتعرف تعمل كده؟ هحاول. يا اشرف عامل ايه؟ اتفضل. بقى رجعت من السفر ليه؟ طب انا هروح الحمام سوا، بيت بيتك. اشرف عامل ايه؟ تمام، انت ايه الاخبار؟ انا تمام. انت قاعد انا مع يوسف من شويه. طب ايه عملتوا ايه؟ لا مش هينفع التليفون، لازم اجيلك. طب انت هتيجي امتى؟ انا كده كده جنب شارع شويه هبقى عندك. طيب تمام ماشي، استني.
الشنطه فين يا اشرف؟ هو ايه اللي فين الشنطه يا ابني؟ مش كنت قاعد مع يوسف؟ انت بتستعبط يالا؟ انت فاكرني ان انا شيء؟ لا طبعا، مين قال يعني ايه مش هستفاد منك بحاجة؟ وديت الشنطة فين يا ابني؟ ما ترد؟ يعني انت برضو مش ناوي تتكلم يا اشرف؟ لا اتكلم، انا ما خدتش الشنطه اصلا ولا اعرف مكانها فين. ما خدتهاش ازاي؟ طب ويوسف سبته عادي كده؟ مين قالك اني سبته اصلا؟ ما انا عملت ايه؟ قتلته. قتلت يوسف؟ ايوه.